شكرا لميس، صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. والآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأنباء. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. وقد شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائها بشكل يومي خلال تواجدهم بالكلية. أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية، حيث أشاد بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية. كما التقى الرئيس بعدد من طلبة الكلية الحربية وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع إلى آرائهم والاستفسارات المختلفة، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسؤولية وصون مقدسات الوطن. تواصل وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وذلك بمحافظات الجيزة الغربية والبحر الأحمر. هذا وأوضحت الوزارة في بيانها إن القوافل الطبية تشمل الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية كافة. تواصل وزارة الداخلية اليوم فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022. هذا وتعد مبادرة كلنا واحد من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. يستمر موقع دعم مصر في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك لكل من تلقى رسالة بوبون صرف الخبز المدعم تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول. وكان الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير قادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك. ورياضياً، تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي في تمام الساعة 6:30 مساء فريق فاركو مع نظيره الإسماعيلي، فيما يلتقي فريق فيوتشر اف سي مع منافسه غزل المحلة في الوقت ذاته. هذا ويلتقي فريق بيراميدز مع منافسه المقاولون العرب في تمام الساعة 9 مساء. بهذا الخبر الرياضي بتكون انتهت النهاردة موجز أخبارنا. بشكر حضراتكم على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا، وبعد الفاصل قراءة في صحافة النهاردة وأهم الأخبار مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.